ورجعنا بعد الفاصل لفقرتنا التانية. وفقرتنا دي قبل ما نتكلم فيها عايزين بس نفهمكم انها فقرة ساخرة. احنا بنهزر بنتكلم هزار على اساس ان بقيت وعايزين... كلامنا كله ما كانش ساخرة. لا برضو عشان احنا برضو حابين نبقى واضحين، انا حابة ابقى واضحة في الفقرة دي بما اني هقدمها، خليني ابقى تمام. اتفضل. دي فقرة ساخرة احنا بنهزر. الفقرة دي بتقول ازاي تخلصي من جوزك لو مش عايزة تكملي معاه. يعني لو انت مش طايقه الحياه معاه، في حاجات هنقولها لك. الستات ساعات بتلجا لها مجنونه لما بتبقى بجد عايزه تتطلق وجوزها ماسك فيها ومش عايز يسيبها. لا سؤال معلش، ايه الساخره بقى في كده؟ واحده جوزها كبله وهي عايزه تخلص منه ومش عارفه. هشرح لك. يعني مثلا واحده، ودي حادثه حصلت فعلا، بس طبعا يعني دي ست مجنونه. اللي قطعته إيه؟ في الكياس وحطته في البنيو؟ اللي شنقته؟ ايوه حطيته في البانيو. اللي حطيته في البانيو وساح ده وساح مع ميه النار. ده جميل، نظفته خالص، ده بقى عسل. يا ده ما بقاش ليه وجود في الوجود. عشان قصه للناس اللي ما تعرفهاش. في واحده كانت مش عايزه تعيش مع جوزها وهو رافض يطلقها وهي مش عارفه تخلص منه ازاي. فلما فقدت كل الامال اللي موجوده في الدنيا انها تنفصل، حطته قتلته وحطته في البانيو مع ميه نار وسابته 4 ايام. لغايه ما تحلل وساح وما بقالوش اثر. فضل منه ايه؟ فضل منه سنينه، لانه سنينه الحاجه الوحيده اللي ما بتتحللش. شالت سنين وبعد 12 سنه بتحكي لواحده صاحبتها على العمله السوداء اللي عملتها. هي خرجت من الموضوع خلاص زي الشعر من عجين، وقالت ان جوزها خرج واختفى وما تعرفش عنه حاجه وخلص والموضوع انتهى. بعد 12 سنه بتحكي لصاحبتها لان الموضوع خلاص مات، وقالت لها انه حملت فيه كذا وكذا وكذا، وانه هي شايله السنين في الحته الفلانيه. صاحبتها راحت بلغت البوليس واتقبض عليها بعد 12 سنه. يا حبيبتي يا مقهوره، وتوتا توتا فرغت الحدوته. شوفي الصحاب، حاجه بس شوفي الصحاب هي بتامنها على سرها. ما هي انا شوفي بصي يا بدري، الست دي مش مجنونه خالص، الست دي كرييتيف. فكرت في فكره جديده ازاي تخلص من جوزها، تحلله بدل ما تقعد تقطع ودم يبهدل السجاجيد وفرهده. هي قالت لا دي حاجه بسيطه، بدل بقى سطور لا وصرف ده صرف وهتقعد تجيب مكياس. حطيته باش. اسمعيني بس، غلطتها الوحيده اللي نقولها المره الجايه كلنا من التجارب هنتعلم ان شاء الله. المره الجايه ما تحكيش لصاحبتك سرك في بطنك، او ارمي الزنوف التواليت وشدي السيفون بالظبط خلاص، هتمشي تقعد كده في الميه. واحده بقى حطيته تحت السرير وحطت عليه اسمنت، عملته مرتبه دفنته. الله، طب دي شاطره قوي. لا كده على البلاط وقامت حاطه عليه كده اسمنت. دي شاطره قوي دي بقى، عشان يفضل قدامها طول الوقت كده متسلح. يفضل قدامها متسلح. طب يعني احنا النهارده هنقول لك بقى طرق بسيطه. يا نهار ابيض، احنا بنقول للستات اقتلوا جوازكم. لا احنا بنهزر. ما هو معلش يا بدري، لا قصص ايه اللي احنا بنقوله ده؟ بنحكي بدرية. ما هو لما نرجع كده سنتي كده ربع ساعة كده في الفقر اللي قبل دي، ونلاقي كان في واحد واطي وخاين من نوعيات اللي معلش. لا مهما كان جوزك خاين اوعي تموتي مين يا عبيطة. لا احنا بنهزي. لا احنا كنا في ايه، في ايه يا بنتي؟ ما احنا بنقول لهم حاجات ما حدش يمسك عليهم حاجه، واحنا بنقول لهم اي موتع. هنقول لك مجموعه حاجات كده ممكن تعمليها عشان تتخلصي من حياتك الزوجيه وتتطلقي. اول حاجه اتفضلي. اول حاجه قبل ما تنامي اضربي توم كتير وفحي في وشه طول ما هو نايم، ما تتنفسيش من مناخيرك، تنفسي من بقك. وبرضه عشان الفح ما يطلعش في الهواء وتفرهدي كل الحاجات اللي انت خزنتيها، غطي وشك وشه بالبطانيه عشان يبقى الفح ايه، مكثف تفوق وش تاكل بيض مسلوق. مش عايزه تقول كده عنيا. لا لا لا، بصي يا حبيبه قلبي، بصي يا حبيبه قلبي، اللي بيقولوه ده ما ينفعش خالص. يعني ايه عايزه تخلصي من جوزك؟ لا انا مش معاكوا في ان احنا ندي نصايح ازاي تخلص من جوزها. معلش، دي فقرة ساخرة. احنا بنهزر ساخرة نسخر من اركنت. اي حاجة تانية خلاص اركني. احنا يعني. لا انتوا بقى اهزوا مع نفسكم. انا ست محافظة على بيتي ومحبش اي بيت يتخرب. صح، عشان لما بتتخني بتسكتشي. بعد ما قعدت في البيت وربت في العيال. ها وانا قعدت في البيت امتى؟ انا طول عمري بشتغل. زمان بقى الكلام ده ما يمشيش معايا خالص خالص. انت كنتي بتتوي عشان ما نعرفش ان انت. لا انا بكلم اي واحدة اتخانت. انت انا سعد الدالي، انت مين؟ ايه المشكله؟ ما فيش مشكله، بس مش معناها ان انا اتخلص منه.
طب وما نعمل في ايه بدريه طيب؟ يا جماعه لا ازاي؟ طب لو الست مش عايزه تكمل مع الراجل تعمل ايه بجد؟ تقول له طب بدريه هو مش عايز بالحسنى بدريه روحي اشربي شاي ريحي في الفقره دي هنخلصها تعالي تعالى يا عم الغطي بص انا دلوقتي مش عايزه اعيش طب ولو قال لها لا انا مش في اهل بقى يتدخلوا افرضي اهلها مش افرضي اهلها مش قال لها سيبك كده زي البت الواقفه متعلقه لا انت ست ولا انت بنت لا دلوقتي كمان لا في قانون تاني امال الخلع ده اتعمل ليه؟ خلع ده للسنان مش للرجال بصي خلينا يعني نقول ان احنا لازم نبقى كويسين مع بعض للاخر لان يعني اضعف الايمان ان الوجوه بتتقابل طب سؤال بس هي دي في بينا عيال في بينا يوم حلو قضيناه مع بعض كلمتين ابرك من عشره مش الست دي قالت ان احنا هنقول فقره ساخره واحنا في برنامج نفسنا مش سيدتي انت عايزه مننا ايه دلوقتي انت عايزه ايه عايزه ايه يعني احنا نقول روحي اشربي شاي على ما نخلص روحي سيحي جوزك ما يبقاش منه غير السنان احنا قلنا سيحي احنا بنقول كل التوم التوم بيطول الشعر وبيعمل فوائد كتير عايزه ايه لا هتلبسي قضيه انا ما رحتش قلت روحي سيحي جوزك انا بحكي حادثه حصلت واتكتبت في الجرايد والناس كلها كانت بتتكلم عنها بجد والله مش بتقص قصدها حاجه لا انا شفت اللي هي حطت اسمنت طيب معنى كده ان احنا نقول لك ان انت عايزه تحطي الستات تحطي جوازتها في الاسمنت تسلحهم اهو طيب عايزه مننا ايه بقى انا مش معاكم طب انا ضد انا مش معاهم انا معاكم بدريه باص هنشوف تقرير عقبال ما ان شاء الله ربنا يهديها اتفضل نطلع التقرير نطلع التقرير عايزه تخلص من جوزها هتحبه قوي هو مش هيستحمل حب بتاعنا قوي فهو هيسيبنا ويمشي لو عايزه اخلص من جوزي هنكد عليه واقرفه اقعد ازني كتير على راسه لغايه لما يزهق مثلا مني ويسيب البيت ويمشي وديني وجبني وما تكلمش ماما ليه وما عملتش ده ليه وانت فين وسايبني ممكن اخونه لو عايزه اخلص من جوزي هتبلع عليه واقول ان هو بيخوني ممكن كل يوم تطبخ له عدس بدون بصل وعلى ميه بارده يجي من الشغل بقى اقعد جنبه وارغي 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 كده يعني هزق عليه واحده صاحبتي اقتله بقى اسمه واخنقه اكيد هلاقي طريقه يعني فكره كمان جميله وبسيطه قوي برضو زي تتخلصي من الزوج الجميل تدلقي ميه في الارض مع سلك باتنين جنيه تجيبيه تحطي الفيشه تشيلي من الناحيه الثانيه السلك وترميه في الارض حاجة ان انت بتمسحي مش قصدي حاجه هو يدخل من باب الشقه تشوفي احلى راس شرق خلاص يتكل على الله تلاقيه اتصفط كده واتصفى بقى العظم بيتساقط لوحده تلميه كده تحطيه لاي كلب يمصمصه وخلص انتهى من حاجه طب ما هي بدل ما تاذيه ممكن يعني في طريقه احسن لان هي تبقى قاعده في البيت مش مديه اي رياكشن يعني على طول قاعده عامله له وتضيع عمرها كله بقى لا هو مش هيستحمل هو اللي يعمل الرياكشن هو مش هيستحمل واحده قاعده نكد في البيت مغطيته عليه فاكيد يبقى انا رافضه وجودك معايا انما اكله توم وكهرب وشعر راسي لا طب بصي يا بدريه انا عندي بقى حل تاني اتفضلي تزهقوا بقى يعني هدومه مثلا اللي بيحبها قوي تحرقها له البنطلون تغسلها له ورا احمر يخرط عليه البنطلون تعمله تقوله يخرموله كانه نضاره كده الزراير كلها تروح ما ترجعش مثلا شراباته تعملها جوانتيات لا وكل خرم بقى ما هو جوانتيات بقى يطلع في يفضل بقى ماشي بالصباع كده بصي والله مفيش احلى من النكد انت ده انت متخصصه النكد لا انا ما عنديش خلق بدل ما اذيه لا بدل ما اذيه انا رافضه اني اعيش معاك يا حبيبتي ده بيجي ازاي انكد عليه اقومه على خناقه قوم ما تنام ما تاكل ده عفوه يقول لك لا دي مش طايقه لا دي احنا طب عايزه ايه اقول له نفترق لازم الغلاسه والغتاته والحداد في البيت على طول دي ممكن تطفش الراجل انما تاذيه لا خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات طيب انا رايي بقى في اخر الفقره يعني بوظت لك الفقره يعني معلش ما علينا انا رايي في اخر الفقره برضو انا مصره على موقفي انها فقره ساخره وكان المفروض نسخر من الفقره دي بس بدريه بوظت الفقره بس ما علينا انا رايي تقرفيه في عيشته تنكدي يعني تعملي الكومبو كله حضرتك يعني تنكدي عليه تبوظي ومعاه حاجه ساقعه تبطيه تطبخي له تزفلطيه توقعيه مش عارفه تعمليه شاور بقى في الحمام تكهربيه يعني كل حاجه اضرب بقى ما يجي له ذبحه صدريه هارت اتاك الضغط يعلى يعني دي امراض في المخ ايه دي امراض هارت اتاك هارت اتاك
قلت حماد وفي بس ادور ونطلع فاصل ونرجع تاني نستنى. بوظت الفقرة بوظت الفقرة. بس بيقول لك العربية دي بالحجم الصغير ده ممكن تفتح 5 بيوت. الازاز دي في الماشين بتطلع لك ريسيت كام حطيتي كام ازازه وبفلوس قد ايه وتروحي تاخدي الحاجات دي من السوبر ماركت. لما يحس ان هي رغايه يقوم عشان يشدها للسانها تبطل كلام. ايه السادزم؟